بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجذب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء، فيقول: نشكو إليك جذب الزمان، أو قوة العدو، أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من جملة الأدلة التي يرد بها على من يتعلقون بالأموات في قبورهم ويطلبون منهم الشفاعة أو النصر أو إنزال المطر أو غير ذلك. في أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يشتد بهم أمر من الأمور، بل كانوا يقومون بهذا الأمر في شأنهم ويعدون العدة بما يستطيعون، ويستعينون بالله عز وجل، يستعينون بالله على كشف شدتهم. وإذا احتاجوا إلى دعاء من الصالحين يطلبون من الأحياء الحاضرين أن يدعوا لهم، دعاء من طلب الدعاء من الإنسان الصالح في حال حياته وحضوره لا بأس به، هذا من الأسباب المشروعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. الله جل وعلا يقول لنبيه: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء مطلوب من الإنسان الحي لنفسه ولإخوانه الأحياء والأموات، يدعو لهم، يدعو الله جل وعلا، ما يدعو الأموات أو الغائبين بحجة أنهم أهل صلاح وأنهم إنهم لا يملكون من الأمر شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا أصل عظيم يزيل هذه الشبهة التي يتعلق بها عباد القبور ومن قبلهم المشركون مع من يدعون من دون الله بحجة أنهم شفعاء عند الله، أنهم يقربون إلى الله زلفى.
لكن هل هناك من يعقل من هؤلاء؟ وإنما يعتمدون على خرافات وعلى حكايات وعلى منامات وأحلام شيطانية كما سبق، أو أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما لهم حجة، ليس لهم حجة في ذلك، فهذا واضح من فعل الصحابة وهم أعلم الأمة، ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تنزل بهم شدائد من انحباس المطر ومن تسلط العدو ومن مشكلات العلم، لم يكونوا يسألون الرسول في قبره، إنما كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا يذهبون إلى القبر، فهذا أمر يجب معرفته. فإذا كان هذا لا يجوز مع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من القبور؟ هذا أمر لا يجوز ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، طلبه من غير الله شرك، طلب قضاء الحوائج والدعاء والشفاعة من الأموات شرك، لأنهم لا يقدرون على ذلك. ولم يكن هذا من عمل الأنبياء وأتباعهم أنهم يذهبون إلى القبور وعند الشدائد وعند الحوائج وعند، ما كانوا يذهبون إلى القبور أبدا، إنما كانوا يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه ويفعلون ما شرعه الله لهم من صلاة الاستسقاء والدعاء، صلاة الكسوف وغير ذلك، يتضرعون إلى الله أن يكشف ما بهم، والله قريب مجيب. نعم. وأما قبر الخليل وهو إبراهيم عليه السلام فلم يثبت، لم يثبت معرفة قبر الخليل ولا غيره من الأنبياء، ما يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف، أما غيره فلم يعرف قبر نبي محدد أبدا، إنما هي توهمات، إنما هي توهمات وتوقعات لا أساس لها. نعم. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب. نعم، ما كانوا يذهبون في هذه الأمور إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يذهبون إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، فالفرار إلى الله جل وعلا ما هو إلى الأموات. نعم. ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. ما يقول أحد من الصحابة عند قبر الرسول يخاطب الرسول بهذا، يقول اسأل الله لأمتك، ادعو الله لأمتك، ما كانوا يقولون هذا، إنما كان إذا قدموا من سفر يأتي أحدهم ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام القادم من سفر، السلام المعروف، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويسلمون على أبي بكر وعلى عمر وينصرفون، وما كانوا يترددون كل ما دخلوا المسجد يروحون يسلمون على الرسول وعلى صاحبه، إنما هذا عندما يقدم أحدهم من سفر كما هو في حال الحياة، ما كانوا يترددون على الرسول لأجل السلام عليه، إنما كانوا يأتون لطلب العلم وللسؤال ولحضور مجالسه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يأتون إليه إذا قدموا من سفر. نعم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين
فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. والدين إنما هو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، المشروع إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وليس هناك قسم ثالث أبدا. وهذه هذا العمل الذي يذهبون إلى القبور ليس واجبا ولا مستحبا، إذن هو ليس من الدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. نعم، وكل ما ليس واجبا ولا مستحبا فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما قول الفقهاء في مناسك الحج: إذا زار المدينة يستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، الزيارة هذه للسلام وليست للدعاء الرسول أو طلب الشفاعة منه، ولذلك ذكروا ماذا يفعل. قالوا: يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على صاحبه، ثم ينصرف. هم قالوا أنه يطلب من الرسول أو من أبي بكر أو عمر قضاء حوائجهم، وهذا شيء موجود في كتب أهل العلم في صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور كما يأتي. نعم. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليست، وإذا كانت مستحبة وعليها دليل فهي ليست بدعة، هي من الدين، لكن تسمى بدعة من ناحية اللغة فقط، إن شيء ما ألفه الناس ولا دروا عنه، يأتي واحد من العلماء فيحيي هذه السنة ويبينها، هذا في عرف بعض الناس يسميه بدعة باعتبار أنه ما سبق أن الناس يعملون به لأنهم ما دروا عنه، فهذا إحياء سنة، يسمى إحياء سنة. وإن سمي بدعة فهي بدعة لغوية، كما قال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه. وهي ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. نعم. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إذا دل دليل على أنها مستحبة، مثل صلاة التراويح لما جمع عمر الصحابة على إمام واحد وكانوا في الأول يصلونها متفرقين، فهذا أحيا سنة، أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم لا يخشى أن تفرض لأن الفرائض انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتفى المحذور من جمعهم على إمام واحد. نعم. فالذين يقسمون البدع إلى خمسة أقسام وما أدري كم، هذا كله باطل، ما فيه بدعة إلا بدعة سيئة في الدين. أما البدع في الدنيا في أمور الدنيا والمستجدات في أمور الدنيا فهذه الأصل فيها الإباحة، وهي ليست عبادة، ليست هي من العبادة، ركوب السيارات، استعمال الجوالات، استعمال الهواتف، استعمال مكبر الصوت، هذه من المباحات وإن لم تكن موجودة من قبل. نعم. فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
كل بدعة في الدين فهي ضلالة. أين الذين يقولون إنها بدعة حسنة؟ هذا مخالف لقول الرسول، كل بدعة، هذا عام، كل بدعة يعني في الدين فهي ضلالة. نعم. فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان، لأن البدع من الشيطان، الشيطان يدعو إلى البدع ليغير بها السنن. ولذلك تجد هؤلاء كما يأتي في كلام الشيخ، تجد هؤلاء يحرصون على البدعة ونشرها ولا يحرصون على نشر السنة، لأن الشيطان يغريهم بنشر البدع ويثبطهم عن نشر السنن. هذا شيء واضح في كثير من الناس، أنهم يسارعون إلى البدع ويبحثون عنها ويسألون عنها، يبادرون في فعلها، أما لو قيل لهم هذا الأمر مستحب، يا عباد الله هذا الأمر مستحب، فإنهم يتكاسلون عنه ولا يحرصون عليه، لأن الشيطان يثبطهم، لكنه يحرضهم على البدع. لذلك لهم نشاط في نشر البدع ويتكاسلون، أو أنهم يحاربون نشر السنن. نعم. فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين معنى الآية، قوله تعالى في جملة الوصايا التي أوصى بها عباده: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط هو الطريق، وصراط الله مستقيم يعني معتدل، ليس فيه ميلان، إنما هو طريق معتدل واضح. ولا تتبعوا السبل، وهي الطرق الأخرى المخالفة لصراط الله، فدل على أن لله صراطاً وللشياطين سبل، وللشياطين سبل يحاولون أن يصرفوا الناس إليها عن صراط الله عز وجل، وهذا شيء معروف ومشاهد من دعاة الضلال شياطين الإنس والجن، أنهم يريدون أن يحرفوا الناس عن الصراط المستقيم مهما كلفهم الأمر، حتى ولو بالقتال، لأن الشيطان يحرضهم على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح معنى الآية، فخط خطاً مستقيماً وخط عن جوانبه خطوط، وقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط التي على الجوانب: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، سواء من شياطين الإنس أو من الجن، يدعو إليه، يدعو إلى هذا، ليخرج الناس من صراط الله إلى السبل الكثيرة. وانظر كيف أنه سبحانه وحد صراطه، صراطي، أضافه إلى نفسه، وعدد السبل، لأن السبل التي يبتدعها الناس ليس لها حصر ولا نهاية، كل يبتكر له طريقه، كل يبتكر له خطة يسير عليها، وينقطع معه جماعة من الناس، يتقسم الناس إلى أحزاب وإلى فئات،
أما الذين يسيرون على الصراط المستقيم فإنهم جماعة واحدة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الذي قال الله عنه أن هذا صراطي مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالذي يريد النجاة يلزم الصراط المستقيم ويترك عنه السبل المنحرفة والمذاهب الباطلة، ويحذر من دعاة الضلال وما أكثرهم، يحذر منه ويصبر على الثبات على الصراط المستقيم، لأنه سيلاقي من هؤلاء مشقة وأذى، فعليه أن يصبر لأنه على حق وهم على باطل، فلا يغرونه، لأنهم تارة يغرون بالطمع وتارة يهددون بالعقوبات، فلكن المؤمن يصبر ولا يلتفت إليهم ما دام أنه على حق، فلا يهولنه ما يرغبون أو يرهبون منه، فإنه على حق وهم على باطل. نعم. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، هو الصراط المستقيم، أصل جامع هو صراط الله، أضافه إلى نفسه تارة وأضافه إلى من يتبعه تارة أخرى، صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إليهم لأنهم ملازمون له ويسيرون عليه. نعم. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم. نعم. إذا عرفت السنة فتمسك بها، وإذا لم تعرفها فانظر ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فسر معهم، سر معهم، لأنهم على صراط الله المستقيم، فكن معهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله. نعم. عليك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إلزم هذه الأصول الثلاثة: كتاب وهو القرآن، السنة النبوية، إجماع المسلمين، إلزم هذه الأصول الثلاثة ولا تنظر إلى من خالفها، فيه من يخالف، ألا تنظر إلى من خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف إجماع المسلمين، لأنه على ضلال، قطعا أنه على ضلال، فلا تنظر إليه ولا تتبعه. هذا هو الأصل الذي من سار عليه نجا وسلم، ومن أخطأه هلك: الكتاب، السنة، الإجماع. إن قدر أن أحدا خالف، ربما يحتج بعضهم يقول: هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، نقول: الخلاف يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة.
فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. وإن قال به من قال عن اجتهاد، الذي يخالف الكتاب والسنة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مجتهدا أخطأ في اجتهاده ونحن لا نتبعه على خطأ ولو كان من أهل الفضل والعلم فهو ليس معصوما، وإما أن يكون زنديقا وضالا يريد أنه يصرف الناس عن الحق فلا نعتبر بخلافه. والإجماع تام، النوع الأول وهو العالم المجتهد الذي أخطأ نقول الإجماع تام بدونه ولله الحمد، من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة فلا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلاف هذا الشخص. وأما إذا كان من أهل الضلال فالأمر في هذا واضح. نعم. لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، يعني بعد الصحابة والتابعين واتباع التابعين القرون المفضلة يرجع إلى ما عليه الأئمة، ما عليه الأئمة الأربعة والأئمة الذين جاءوا من بعدهم على أثرهم يسيرون، فكن معهم، كن على ما عليه أئمة الدين من الأئمة الأربعة وأتباعهم الذين اتبعوهم، ولا فيه من ينتسب إلى الأئمة الأربعة الآن وهو ليس على عقيدتهم، إنما يتبعهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فيتبع الطرق الأخرى، إما أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة أو جهمية، فهؤلاء يتبعون الأئمة في الفروع ولا يتبعونهم في الأصول. نعم. لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو هذا لا اعتبار له، لا إن وافق ولا إن خالف، إن وافق فالإجماع تام بدونه، وإن خالف لم يضر الإجماع مخالفته. نعم. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله. نعم. ولو أن واحد من أهل العلم والفضلاء خالف، مع أنه ما هم موجود، لا يخالفون في العقائد أبدا، إنما يحصل الاختلاف في مسائل الفقه والنظر، ما العقائد فهي محل تسليم توقيف، لا 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 يدخلها اجتهاد، لذلك لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا في مسائل العقيدة، لم يختلفوا أنه لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله، ولا ما اختلفوا في هذا أصلا. نعم. فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا حذرنا الله من مثل هذا، وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن كل شيء فيه خلاف، لا تنكرون على الناس، كل شيء فيه خلاف، وكل من أخذ بقول من الأقوال فهو على حق. يا سبحان الله، كل من أخذ بقول من الأقوال أو من الخلاف يكون على حق؟ الحق لا يتعدد، الحق شيء واحد، الحق ما قام عليه الدليل، وما خالف الدليل فهو ليس بحق، هذا شيء واضح. والله لم يتعبدنا باتباع أقوال الناس، تعبدنا بالكتاب والسنة. نعم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا
فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. مع كون دعاء الصالحين الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة بهم ليس مستحبا ولا واجبا أو ليس من الدين، مع ذلك فإن الله حرم هذا العمل وحرم الوسائل التي تؤدي إليه كما يذكره الشيخ الآن. نعم. فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. حرم اتخاذ قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد، ما معناه؟ معناه اتخاذها مصليات يصلى عندها، ظناً أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة عند غيرها لصلاحهم وإيمانهم، فإذا صليت عند القبر هذه الصلاة أفضل من صلاة ليست عند قبر عندهم، ولذلك افتتنوا في القبور والعياذ بالله. وهذه سنة بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على اليهود والنصارى، أو قاتل الله أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني مصليات، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها، كل مكان صليت فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسجد قد يطلق ويراد به المسجد المبني الذي له أبواب له ساحات له، وهذا لا يجوز بناه على قبر. وقد يطلق ويراد به اعتياد الصلاة عند قبور ليست مبنية، وإنما يذهب إليها ويصلي عندها رجاء البركة أو رجاء إجابة الدعوة. نعم. كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، من كمال نصحه لأمته وهو في هذه الحالة يحذر الناس من الشرك باتخاذ القبور مساجد. وهذا فيه إشعار بأن لا يتخذوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا، كما كانت بنو إسرائيل تفعل هذا مع أنبيائها، فهو يحذر من هذا أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم. كان يقول هذا قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي أو وقت قريب، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعنة الله أو لعن الله اليهود والنصارى، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم ذكر السبب في لعنتهم فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فدل على أنه يجوز لعن اليهود والنصارى إذا ذكر السبب للعنهم، وهو مثل اتخاذهم القبور مساجد، دل على أن اتخاذ القبور مصليات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا
تكون إلا على شيء كبير. ومن ضوابط الكبائر ما رتب عليه لعنة، هذا من ضوابط الكبيرة، اتخاذ القبور مصليات كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ مع أن المصلي إنما يصلي لله، لكن صلاته عند القبر وسيلة من وسائل الشرك، فنهي عن ذلك وصار كبيرة يستحق عليها اللعنة. إذن من يتخذ القبور مساجد فهو ملعون، وليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل كل من فعل فعلهم استحق اللعنة والعياذ بالله، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يريد الخير ويحب الصالحين وما أشبه ذلك من الشبهات الشيطانية، هو يظن أنه مأجور وهو ملعون والعياذ بالله، فليتنبه لهذا. يحذروا ما صنعوا، يعني لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا؟ هل قصده بس التشفي من اليهود والنصارى بلعنهم؟ لا، إنما قصده التحذير، تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي صريح. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، أكد مرة ثانية، أولا أنه لعن من فعله، وثانيا أنه نهى عن ذلك بقوله لا تتخذوا، وثالثا أنه قال أنهاكم عن ذلك. هذه تأكيدات أن هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس أو بعض الناس ويقولون إن هذا من محبة الصالحين، واللي ما يبني على القبور هذا لا يحب الصالحين، يتنقص الصالحين ولا لهم قدر عنده، هكذا يقولون، يقولون أنتم تبغضون الصالحين ولهذا لا تبنون على قبورهم أو تهدمون البناء على قبورهم. فنقول نحن ننفذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يجوز لنا أن نترك البناء على القبر ونحن نقدر على إزالته، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وبقاؤه غش للأمة وبناؤه غش للأمة، فيجب هدمه، لكن لا يقوم بهذا إلا أهل السلطة والذين عندهم مقدرة على تنفيذ هدم القبور، من عندهم سلطة. أما أفراد الناس فيكتفون بالدعوة إلى الله والنهي عن ذلك والتحذير منه، ويرفعون الأمر إلى ولاة الأمور ويراجعونهم لعلهم يهدمون هذه المشاهد الشركية. أما لو أن كل واحد يهدم يحصل فتنة وشر وقتل، وربما أنهم يتشجعون على بنائها، لكن إذا هدمها ولاة الأمور ما استطاع أحد أن يعارضها، لأن كما قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، السلطة لها مكانة. نعم. واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، أن يصلى عنده نافلة أو فريضة، سواء كان مبنياً عليها أو أنه فضاء. نعم. وأن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد، وغيرها يعني من النوافل، صلاة الضحى، لبغى يصلي الضحى يروح عند القبر، لبغى حاجة يروح يصلي ركعتين عند القبر ويدعو الله عند القبر. نعم. وأن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. ربما يقول بعضهم أنا أصلي عند القبر أو أدعو عند القبر، إنما أدعو الله وأصلي لله، أنا ما أدعو القبر ولا أصلي للقبر، فلماذا تنكرون علي؟ فنقول له لأن هذا وسيلة، أنت الآن تعبد الله، لكن تخصيص هذا المكان هذا وسيلة إلى تعظيم القبر والغلو فيه، في النهاية يتحول الأمر إلى أن يدعى من دون الله عز وجل، فهو وسيلة إلى الشرك، فمنعه من سد الوسائل المفضية إلى المحذور، فهو بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يقصد القبر بالدعاء والصلاة فهذا شرك أكبر، في فرق بين الشرك ووسيلة الشرك. فإذا كان الذي يصلي عند القبر يرجو القبر ويصلي للقبر ويتقرب إلى القبر، وهذا هو الذي عليه عامة عباد القبور الآن، يذبحون لهم ينذرون لهم ويستغيثون بهم، هذا شرك أكبر. أما إذا كان أنه يتعلق بالله ويعبد الله لكن تخصيص هذا المكان هذا منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك. فالدعاء عند القبر، الصلاة عند القبر، الصدقة عند القبر، أي عبادة عند القبر هذه منهي عنها لأنها وسيلة إلى الشرك وبدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة. نعم. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. دعائه هذا شرك أكبر. أما الدعاء به يعني التوسل به في الدعاء، أسألك بجاه فلان أو بحق فلان، هذا دعاء به. أو الدعاء عنده في المكان، هاتان وسيلتان من وسائل الشرك، الدعاء به والدعاء عنده وسيلتان من وسائل الشرك. أما دعاؤه فهذا شرك أكبر. نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. نعم. الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة راجحة فإنه ينهى عنه سدا للذريعة. لذلك ينهى عن النظر إلى النساء لأنه وسيلة إلى الزنا، ينهى عن استماع الأغاني لأنها تنبت الشهوة في القلب لا سيما في أصوات النساء، هذه وسيلة. ينهى عن سفر المرأة وحدها لأن هذا وسيلة إلى أن تضيع المرأة ويعبث بها، تستضعف أو تستمان. نهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن هذا وسيلة إلى الزنا والمماسة. نهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء لأن هذا وسيلة، وسائل، كل هذه وسائل إلى الحرام، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، من باب سد الذرائع المفضية إلى المحذور. وأعظم المحاذير هو الشرك بالله عز وجل. فالدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور، وإن كان الداعي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لكن إتيانه إلى هذا المكان وتقصد هذا المكان هذا وسيلة إلى الشرك، ولذلك منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد
أن هؤلاء الجهال والقبوريين ما يذهبون إلى المساجد الخالية من القبور، وليست عندهم شيء ولا لها قيمة، إنما يذهبون إلى المساجد المبنية على القبور، عليها قباب وأضرحة وزخارف وهيلمات، يذهبون إليها، يحرصون، بل يسافرون إليها، يشدون الرحال إليها. لكن المساجد السنية الخالية من القبور هذه ما لها قيمة عندهم ولا ينتبهون لها، لأن قلوبهم معلقة بالأموات والعياذ بالله، وليست معلقة بالله عز وجل. وإلا لو دعوت الله في بيت من بيوته، أو صليت في بيت من بيوت الله، أو دعوت الله في صحراء خالية وفي بر، فإن الله قريب مجيب، ولا حاجة إنك تذهب إلى مكان معين لم يعينه الله ولا رسوله. نعم. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لأنه يفضي إلى مفسدة راجحة. الأوقات الثلاثة ما هي؟ الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع، العلة لأن الكفار كانوا يعبدون الشمس في هذا الوقت، فإذا صليت فيه تشبهت بهم، وهذا وسيلة إلى الشرك. ربما يأتي جيل يحيي سنة الجاهلية وعبادة الشمس، يقول الناس كانوا يصلون إلى طلعة الشمس، يصلون الناس عند ذلك، فيظن أن هذا من أجل الشمس فيحدث الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعة. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني عند قيامها في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول، لأن هذا وقت تسعر فيه نار جهنم والعياذ. بمن يعبدون النار والعياذ بالله. الثالث عند شروع الشمس في الغروب حتى تغرب، لأنها إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار كما في الحديث، وإذا غربت تغرب بين قرني الشيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار. فنحن لا نتشبه بالكفار، هذا سد لوسيلة الشرك، لئلا يأتي من يحيي سنة الكفار ويقول أنا أدركت المسلمين يصلون بهذين الوقتين. نعم. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة بما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. نعم. وليس في قصدك الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة. نعم، بل مضرته أشد، وهو التشبه بالكفار. والصلاة ولله الحمد لها أوقات ليس فيها محذور، بغيت تصلي وتنفل عندك الليل والنهار، والصلاة في الليل وجوف الليل أفضل، فلماذا تتحرى الصلاة في هذه الأوقات التي فيها تشبه للمشركين؟ إن كان عندك رغبة في الخير عندك أوقات، عندك أوقات كثيرة. نعم. لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. أي نعم، عندك الليل والنهار كل وقت للعبادة ما عدا أوقات النهي. نعم. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب، فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، يعني صلاة النافلة،
من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول. نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، صلاة النافلة. فهل هذا النهي يعم ذوات الأسباب وغيرها؟ هذا احتمال، وذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أنه لا يصلى في هذه الأوقات لا ذوات الأسباب ولا غيرها، عملاً بعموم النهي، عملاً بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. ومن العلماء من ذهب إلى أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علقها بأسبابها، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فعلق صلاة الركعتين بدخول المسجد لإرادة الجلوس فيه، من غير أن يستثني في أي وقت. إذا دخل، هذا عام، إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عموم، في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي، لأن هذا معلق بالسبب وقد وجد. وقال في الكسوف، قال في كسوف الشمس والقمر: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. صلاة الكسوف هذا عام، إذا رأيتم منهما ذلك في أي وقت فصلوا وادعوا، فتصلى صلاة الكسوف في أي وقت. صلاة سنة الوضوء، إذا توضيت يستحب أنك تصلي ركعتين، لأن السبب هو الوضوء، في أي وقت توضأت. فمن العلماء من رجح فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وغيرها، عملاً بعموم الأمر، بعموم الأوامر. ومن الناس من منع لعموم الأوقات، تعارض العمومان، فبعضهم أخذ بعموم الأوقات ومنع، بعضهم أخذ بعموم الأوامر فأباح الصلاة أو أمر بالصلاة في هذه الأوقات، والمسألة متنازع فيها. هذا استطراد من المؤلف، استطراد من المؤلف لبيان هذه المسألة، مسألة ذوات الأسباب هل تفعل في وقت النهي أو لا. نعم. بخلاف ما لا سبب له، خلاف النوافل المطلقة، سمى المطلقة، هذه لا تفعل في أوقات النهي بالإجماع. نعم. بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه نعم. وفيه مفسدة توجب النهي عنه، فإذا كان نهيه عن الصلاة، يعني النهي عارضه مصلحة راجحة في ذوات الأسباب، النهي عارضه مصلحة راجحة في ذوات الأسباب، لأن سببها يزول. أما بقية النوافل المطلقة فلم يعارضه مصلحة راجحة، لأنه يمكن فعلها في أي وقت. نعم. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك، لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها، كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً، كان هو محرم في نفسه أعظم تحريم من الصلاة التي نهى عنها، لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. نعم، دعاء الكواكب هذا ممنوع من أصله، ممنوع من أصله، لأن الشرك واضح. أما الصلاة، التشبه بعباد الكواكب وعباد الشمس والقمر، مجرد التشبه بهم فهو ممنوع أيضا، من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور. نعم. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد،
فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم. نهى عن الصلاة عند القبور أو اتخاذها مساجد، مع أن المصلي يقصد التقرب إلى الله ولا يدعو القبر ولا يتقرب إليه، لكن فعله هذا وسيلة، وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد، ويقتدي به الجهال فيحصل المحذور. فلذلك سده الرسول صلى الله عليه وسلم باب سد الذرائع. وليس هناك مصلحة راجحة، بل هذا مضرة محضة، ليس فيه مصلحة أصلا، لأنه يمكن الدعاء والصلاة في غير هذا المكان، أرض الله واسعة. نعم. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد. ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة القبور على وجهين: الوجه الأول مشروع، الوجه الأول مشروع، زيارة مشروعة، وهي ما إذا كان القصد منها الاتعاظ والاعتبار والدعاء للميت المسلم والاستغفار له، هذه مشروعة وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. هذه العلة، أنها تذكر بالآخرة. والعلة الثانية أنك تدعو لأخيك الميت، تستغفر له وهو بحاجة إلى الدعاء عند زيارتك لقبره والسلام عليه، هذه مشروعة ولا محذور فيها. أما النوع الثاني الممنوع فهو أن تزار القبور من أجل أن يطلب منها الحوائج أو يستشفع بها عند الله أو يطلب منها الدعاء، هذه زيارة شركية بدعية محرمة. نعم. ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، قبور المسلمين على وجهين: وجه يقصد منه نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له والسلام عليه، والسلام عليه. نعم. ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي هذه اللي يقصد منها نفع الميت، نفع الميت بالدعاء له والسلام عليه والاستغفار له، فإن هذا ينفعه. أما الأشياء البدعية الشركية فهي التي يقصد منها الانتفاع من الميت، ما هو بنفع الميت، الحي يقصد أن الميت ينفع، هذه هي الشركية البدعية. نعم. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من المسلم الميت المسلم يشرع الصلاة عليه قبل الدفن، صلاة الجنازة لأجل الدعاء له، لأجل الدعاء له والشفاعة له عند الله جل وعلا بالدعاء. ثم بعد دفنه يستحب الوقوف على قبره والاستغفار له وطلب التثبيت له. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا فرغوا من دفنه وقفوا عليه ودعوا الله أن يغفر له وأن يثبته. الله جل وعلا يقول في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذه صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، هذا وقوف الدعاء بعد الدفن. فنهى الله رسوله عن الأمرين في حق المنافق: فلا يصلي عليه ولا
يدعو له بعد الدفن، فدل على أن المسلم بالعكس يصلى عليه على جنازته ويدعى له بعد الدفن، وهذا لمصلحة الميت. نعم. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنهى نبيه. لماذا؟ لماذا لا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فدل على أن المؤمن إذا كانت العلة الكفر دل على أن المؤمن يصلى عليه ويدعى له. نعم. فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة، هذه العلة أدل على أن المؤمن يدعى له ويصلى عليه. نعم. لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا ماتوا فلما نهي وماتوا وماتوا وهم كافرون. هذا من إخبار من المؤلف، وإلا في الآية وهم فاسقون، والفاسق هنا معناه الكافر. نعم. جاء بالمعنى، المؤلف جاء بالمعنى. نعم. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. اي نعم. فالمؤمن يفعل معه الأمران، يصلى على جنازته ويدعى له بعد دفنه، ويدعى له أيضا عند زيارة قبره. نعم. ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك. لم يخص المنافقين، لو كان هذا ممنوع في الأصل دعاء للميت لم يستثنى أحد، لكن الرسول الله جل وعلا إنما خص المنافقين لأنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله، فدل على أن المؤمن بالعكس يدعى له ويصلى عليه. نعم. إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. نعم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. نعم. من المؤمنين، أما الكفار والمنافقون فلا، ما يصلى عليهم ولا يدعى لهم، هذا إذا علم نفاقه، أما إذا لم يعلم نحن نبني على الظاهر. يمكن يسأل واحد منكم يقول وراء الناس يصلون على المنافقين، نقول نحن ما نعلم، إحنا نعاملهم بالظاهر، هم بالظاهر مسلمون، نحن نعاملهم في الظاهر، نحن ما لنا إلا الظاهر. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني تسأله منكر ونكير، يأتياني إليه بعد دفنه مباشرة قبل أن ينصرف الناس أو عند انصراف الناس عنه بعد الدفن، فيقعدانه وتعاد روحه في جسده حياة برزخية، ما هي مثل حياة الدنيا، هذه من أمور الآخرة، يقعدانه ثم يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الفتنة، هذه أشد فتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات هي عند الموت يفتن الإنسان، وبعد دفنه يفتن أيضا. نعم. وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إنه الآن يسأل، هذا مما أطلعه الله عليه، ما أطلعه الله عليه. نعم.
ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره. وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بوحد. كان صلى الله عليه وسلم يزور قبور الصحابة في البقيع، والبقيع مقبرة المدينة شرقي المسجد النبوي، اسم يسمى بالبقيع، يدفنون فيه الموتى. ويزور شهداء أحد الذين استشهدوا في وقعة أحد، يسلم عليهم ويدعو لهم. نعم. والشهداء بأحد. ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى. الديار يعني القبور، لأن القبر دار، القبر دار، دار البرزخ، وهي دار مؤقتة. نعم. وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. إنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل إن شاء الله للاستثناء أو للشك؟ لا، لأن الموت كل يعلم أنه يموت، فلماذا قال إن شاء الله مع أن الموت معلوم؟ هذا والله أعلم. إما أنه من باب التبرك بإن شاء الله، أو أنه فيه نفي التزكية، تزكية النفس، أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن تقول إن شاء الله أن الله يتوفان على الإسلام وألحق بالصالحين، فهذا فيه عدم تزكية النفس. نعم. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. مثل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت تدعو للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين الذين يأتون من بعد إلى يوم القيامة. وهكذا المسلم لا يكون أنانيا ما عليه إلا من نفسه، بل يدعو لإخوانه المسلمين الأحياء والأموات. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. نعم، هذا فيه إشراك الأحياء والأموات في الدعاء، يدعو للأحياء والأموات. نعم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة في زيارة القبور. نعم، صحيحة ومعروفة، ولا أحد ينكر زيارة القبور الزيارة الشرعية، إنما الإنكار على الزيارة البدعية أو الشركية. نعم. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. نعم، ليس مقصوده دعاءهم وطلب الحوائج منهم. نعم. وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار. نعم، أيضا تجوز زيارة الكفار لغرض واحد، زيارة قبور المؤمنين لغرضين. الغرض الأول الاعتبار والاتعاظ، تذكر بالآخرة. الغرض الثاني الدعاء للأموات والاستغفار لهم. أما زيارة قبور المشركين والكفار فلغرض واحد وهو الاعتبار، الاعتبار. أما الدعاء فلا يدعو لهم ولا يستغفر لهم، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. كما ثبت يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الفرق الإسلامية تأخذ بمذهب الشافعي رحمه الله فيما وافقها من المسائل، ولكن في مسائل أخرى لا يأخذون بهذا المذهب، مثل رفع الصوت بالأدعية جماعيا والموالد، فهل يقال إنهم شافعية في الفقه؟ أنا قلت لكم أن كثير من المتأخرين أتباع المذاهب الأربعة أنهم إنما يتبعونها في الفقه فقط، أما في العقيدة فإنهم يكونون على غير عقائد أئمة المذاهب، يكون أشعرياً ماتريدياً معتزلياً. ولهذا تجده يقول في ترجمته: الشافعي مذهباً، الشاذلي طريقة، المدري وشو، يصير مشكل، يصير مشكل هذا. هنا الشافعي في الحقيقة هو الذي يكون على
مذهب الشافعي في الفقه وفي الاعتقاد، هذا هو الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، أن يكون على منهج إمامه في الاعتقاد وفي الفقه. أما اللي يأخذ بعض ويترك بعض فلا يكون، فلا ينسب إلى ذلك الإمام. نعم نعم يجوز، نعم يجب أنك ما تأخذ أقوال الإمام قضية مسلمة، فإذا كان فيها شيء مخالف لاجتهاد، يعني ما مخالف للدليل، فلا يجوز لك تأخذ، أما وتأخذ بما قام عليه الدليل ولو كان في غير مذهب الإمام الذي تتبعه، تأخذ ما قام عليه الدليل. والإمام نفسه يوصي بهذا، الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. فما هو بالمسألة تقليد أعمى ولا انفلات، وإنما اعتدال في الأمر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه موجود الآن في المسجد، وأنكم قلتم في درس سابق إنه أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه، فلماذا لا يسعى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسجد منعاً للبدع؟ وما حكم القبة الخضراء التي فوق القبر الآن؟ أنا قلت لكم مراراً وتكراراً، وهذا موجود في الكتب وفي كلام الشيخ نفسه سيأتي إن شاء الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. كيف يدفن في المسجد وهو ينهى عن ذلك قبل وفاته بخمس؟ هل تظنون أن الصحابة يدفنونه في المسجد؟ ما يعقل هذا أبداً. فهو دفن في بيته ولأجل حمايته من الشرك، لأجل حمايته من الشرك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فهو دفن في بيته لهذا الغرض. كونه دخلت الحجرة فيما بعد في المسجد لا يدل على أن الرسول دفن في المسجد. هل إدخالها خطأ؟ لكن الرسول ما دفن في المسجد، هذه مغالطة. اللي يقول أن الرسول مدفون في مسجد مغالطة واضحة أو مكابرة للتاريخ، فلا حجة لهم في ذلك. وأما مسألة السقف على الحجرة هذا موجود، الرسول دفن في حجرة ولها سقف ولها جدران، على أنه حجرة ما على أنه بني على قبره. تنبهوا لهذا، ما هو الرسول دفن في أرض فضاء ثم بني عليه وسقف، لا هذا ممنوع، لكنه دفن في بيته الذي كان يسكنه وهو له جدران وله سقف حماية له، فما مبني على أن أصل أنه بيت سكن، ما بني على أجل القبر. تنبهوا لهذه الأمور، لا تلتبس عليكم أو يشبه عليكم بعض المغرورين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز شد الرحال لأجل زيارة القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، لأن هذا شيء لم يعمله السلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، لا تشد، يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتشد الرحال للمساجد الثلاثة، وأما غيرها حتى من المساجد ما يتشد الرحال لأجل تصلي مسجد الرياض أو مسجد القصيم أو مسجد أو المسجد الأموي في الشام، ما تسافر من أجل هذا، ما تسافر من أجل هذا. فإذا كانت المساجد لا يتشد الرحال إليها غير الثلاثة، فكيف تشد الرحال إلى غيرها على وجه التعبد، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يشرع للنساء زيارة الروضة الشريفة
الصلاة في المسجد النبوي، النساء يشرع لها الصلاة في المسجد النبوي عموما، الروضة وغيرها، إنما تمنع من زيارة القبر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المزارات التي في المدينة كجبل أحد والرماة وقبور الشهداء والبقيع والمساجد السبعة وقباء، هل يشرع زيارتها؟ أما قباء فهو مسجد يزار. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره. الله جل وعلا يقول له: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، يعني قباء، فكان صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام. وليس في المدينة مسجد تشرع زيارته إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما غيرهما من المساجد فهي كسائر المساجد الأخرى، إن وافقتك الصلاة فيها صل فيها، وإن ما وافقتك الصلاة رح صل مسجدا آخر، كلها سواء، ما لبعضها على بعض مزية. ولا جبل أحد ولا جبل الرماة ولا كلها، ولا المساجد اللي يسمونها السبع، ما هي مساجد، هذه مشاهد، ما هي مساجد. من قال أنها مساجد؟ المساجد صلى فيها، تبنى للصلوات الخمس، هل هذه مبنية للصلوات الخمس؟ هل يصلى فيها الصلوات الخمس؟ هذه يقولون أنها آثار، يسمونها آثار، وهي مزعومة وموهومة ولا أصل لها، فهم كذبة في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي معناه لا تجعلوا قبري كيوم عيد يزار مرتين في العام فقط، بل استكثروا من زيارة قبري، ما الجواب على مثل هذا؟ سبحان الله، سبحان من يطبع على قلوب أهل الضلال. الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو المكان الذي يجتمع فيه، لأن العيد على قسمين: عيد زماني وهو ما يتكرر بتكرر السنة، وعيد مكاني وهو ما يجتمع فيه لأجل العبادة. الرسول لا يقول لا تجتمعوا عند قبري من أجل العبادة عنده، من أجل العبادة عنده، تتخذونه عيدا تعتادون المجيء إليه وتكررون الزيارة والسلام عليه. ولهذا ما كان الصحابة كل ما دخلوا يذهبون يسلمون وهم أعلم الأمة، إنما كان يفعلونه من قدم من سفر فقط، يذهب ويسلم عليه، لأن الرسول نهى عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع عند قبره ومظنة أنه استجاب الدعاء في هذا المكان. هذا معنى لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتخذونه محل اجتماع ومحل الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر الحديث في هذه الأيام في الصحف والقنوات الفضائية وخطب الجمع في المساجد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وأخلاقه لقرب مولده عليه الصلاة والسلام، فما حكم هذا الفعل وما هي النصيحة للأمة في ذلك؟ نعم، ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام والتذكير بمحبته واتباعه، هذا مشروع، لكنه ما يخصص بوقت، هذا على مدار السنة. أما اللي يتحرى هالوقت ولا يتكلم في السيرة ولا في خصال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت، فهذا وسيلة لإحياء البدع، تنبهوا لذلك. تخصيص هذا الوقت اللي هو قرب محل البدعة، هذا معناه تعاون مع المبتدعة في إحياء البدعة. نعم. ولا ما طرى عليك تذكر سيرة الرسول إلا بهالوقت هذا، إلا بسبب أنه ستحيا هذه البدعة قريبا. نعم، فيكون هذه مشاركة لهم، تشجيع لهم. نعم. وهذا أيضا فضيلة الشيخ يقول: أنا إمام مسجد، فقد طلب مني المصلون في المسجد أن أقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين القادم، يوم 12 من ربيع الأول. لا تقرأ عليهم هذا،
لا تقرأ عليهم يوم الاثنين أبد. إنسان إن هذا من أجل يوم الاثنين اللي هو يوافق 12 ربيع اللي هو محل البدعة، فلا تقرأ عليهم ولا تستجب لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ هل يجوز أن يصام يوم المولد النبوي؟ لا، الصيام ما شرعه الله ورسوله ولم يشرع لنا أن نصوم. نعم، يوم الاثنين تصوم، ما هو على يوم 12 من ربيع، تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا السنة. أما يوم 12 من ربيع إذا وافق يوم الاثنين تفرح علشان يوم المولد، لا ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فلسطين يقول هل يجوز لنا الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل في فلسطين علما أنه يوجد به مقامات؟ ما يجوز، ما دام فيه قبور، وهم يقولون فيه قبور، فيه قبور كثيرة، فهو مسجد مبني على قبور، فلا تجوز الصلاة فيه، وليس هو مسجدا للخليل، ليس هو مسجدا، إنما هو باسمه فقط. نعم. مسجد الخليل هو المسجد الحرام، هذا مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يوجد من يقرأ القرآن جماعة كل يوم لأجل المذاكرة، ويختمون القرآن كل شهر، هل يجوز لي أن أجلس معهم ليحفظ القرآن؟ نعم، إذا كانوا يقرؤونه لأجل المذاكرة والحفظ ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول في بلادنا إذا قحط الناس واستمر القحط اتفق أهل كل ناحية على إنشاء مأدبة تسمى المعروف، يجتمع كل النساء ويطبخون مجتمع من اللحم والطعام، ويطعمون الفقراء وأهل القرآن، ويقولون نتوسل إلى الله بالإطعام ليغيثنا، مع أنهم يقيمون صلاة الاستسقاء أيضا، فهل فعلهم مشروع؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، والصدقة أيضا سنة مؤكدة، لكن لا تقيد بصفة معينة، الصدقة مطلقة تعطي الفقراء والمحتاجين، أما أنها تقيد بأن يطبخ طعام ويجتمعون فهذا لا أصل له، هذه الصفة لا أصل لها، بدعة. نعم. أما الصدقة أصلها سنة، ويمكن الفقراء أحب عليهم أن تصدق عليهم وهم ببيوتهم، ولا يجون ويتعبون علشان يأكلون لقمة يجتمعون عليها، كونك تصدق عليه تعطيه ريال أحسن من كونك تتعبه ويجي يأكل لقمة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسمية المساجد بأسماء الأنبياء، فهل هذا الفعل مشروع علما بأنه قد يكون مدعاة إلى شد الرحال إليها؟ نعم. يقول في بعض الدول التي يوجد فيها عباد للقبور يقومون بتسمية المساجد بأسماء الأنبياء، فهل هذا مشروع علما بأنه قد يكون مدعاة إلى شد الرحال إليها؟ نعم، إذا كان يخشى أنه يعتقد في هذا المسجد فهذا لا يجوز يسمى باسم النبي، لا يجوز يسمى باسم نبي من الأنبياء، لأن هذا يوهم العوام أن النبي مدفون في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الدعاء أو طلب الشفاعة من الميت شرك مخرج من الملة، أو أنه لا يكون شركا إلا إذا صرف للميت نوع من العبادة؟ يا أخي، مر بنا من درسين أظن أن الشيخ عد هذا من الشرك، طلب الشفاعة من الميت شرك، يقول أنه من الشرك الأكبر، مر بنا قبل يمكن درسين، موجود عندك في الكتاب هذا. نعم، لكن يمكن السائل ما حضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت البدع مما يتعلق بالعبادة فهل تكون بدعة كوضع الخطوط في المساجد ليقف المصلون عليها؟ هذا من التكلف، ما زال المسلمون يصلون ولا حطوا خطوط، هذا من التكلف، هم يجتهدون في تعديل الصف بدون وضع خطوط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في المقابر توزيع للماء مجانا، وظاهر هذا الفعل أنه لنيل الثواب وسقي الناس، فهل في هذا الفعل شيء؟ والله هذا مبدأ ما هو طيب، هذا مبدأ ما هو طيب. ما زال المسلمون يدفنون موتاهم في شدة الحر ولا ذكر أنهم يجاب لهم ماء، وأخشى أن هذا يفتح باب فيقال إن المجيء بالماء والطعام في هذا المكان إن له مزية، وطعام الطعام عند القبور والصدقة عند القبور فيكون عبادة عند القبر، هذا لا يجوز ولا يفتح هذا الباب. اللي يعطش يروح، ما هو لازم أنه يقعد، يروح ويشرب من بيته ولا من المسجد، ما هو لازم يقعد. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.